فعلا اعتقد ان الصور والفيديوهات بقت اهم حاجه في حياتنا دلوقتي، لان هي كمان بقت لغه تواصل بين الناس. يعني احنا في ناس في حياتنا ما بنقابلهمش على حقيقه، بس بنحبهم من صورهم وفيديوهاتهم، واعتقد ان السوشيال ميديا بقت قايمه كلها على ده. طيب عايزه ارجع معاكي بقى لصور الفرح، قولي مثلا صور الخروجه، صور العيد ميلاد، الحاجات دي كلها ينفع نرجع نعيدها تاني 100 مره، بس صور الفرح بتبقى مره واحده بس في الحياه، لو طلعت وحشه احنا اتدبسنا. حلو، عشان كده عايزه اركز معاكي على ده. بصي، صور الفرح تحديدا انا بحب اكون متواجده مع العروسه من اول يوم، من اول الميك اب، بديها وصايا لقمين في الموضوع اثناء ما احنا شغالين. بصي، اول حاجه هي لازم تعرف ان هو عشان يوم في العمر هي لازم تبقى مرتخيه خالص، تبقاش شاده نفسها كده، لان برضو العضلات وهي مشدوده ما بتستقبلش اي حاجه تماما. فاحنا بنسترخي، بنشغل مزيكا، بنحط ميك اب حلو. برضو من ضمن الحاجات اللي بتطلع صور حلوه انه less is more، كل ما حطيتي ميك اب اقل كل ما هتطلعي احلى وانتي صح. اوكي، برافو عليك فعلا. فبرضو نحط في الحسبان حته الميك اب، لان هي برضو دي يا اما هطلعني حد تاني تماما في كل الصور وهستغرب نفسي بالزبط. مثلا لاشز كتير، شكل حواجبي تقيل، لا انا ما هي دي مش انا، عايزه هي بقى هو انا يوم واحد بس مش انا. بلس الاوضاع بقى بتاعت التصوير برضو تكون مور فيمينين، تكون ناعمه جدا، مليانه حيويه، عادي ممكن يبقى فيها ضحك وكده، بس في حاجات اكتر اللي هتعيش معانا تبقى مودي، يعني الصوره تبقى فيها فايب. مثلا سي واقفه بتفتح الشباك بتبص على حاجه والصوره دي بلاك اند وايت، الحاجات دي هي بقى اللي احنا بنبص عليها بعدين وبتعجبنا. ما نعملش حاجه ترند دلوقتي علشان بعد كام سنه تبقى غريبه، ممكن تبقى غريبه او يروح عليها. ده حقيقي فعلا. بالظبط. وبرده نرجع للفساتين، اختيار الفساتين برده الحاجات اللي بتبقى كاتشي قوي في وقتها بتيجي فعلا بعد سنتين ثلاثه وتبقى غريبه جدا. معيالنا او هيتريقوا علينا كده فرح. اللي انتوا كنتوا لابسينه ده، اللي انتوا كنتوا احنا عاملينه نفسنا ده. بعد سنتين ثلاثه هنلاقي انه ايه ده الفستان، انا مستغرباه. فعشان كده دايما وانت بتختاري الحاجات دي اختاري حاجه تبقى تايمليس، مهما عدى الزمن ما تقدمش، ما تقدمش ابدا، لا الميك اب ولا الشعر ولا الفستان ولا حتى اوضاع التصوير. انا عايزه ارجع لك في حاجه في موضوع الميك اب ده يوم الفرح، عشان ما بينك ميك اب ارتست وفي نفس الوقت مصوره. الروج الاحمر للعروسه. اوكي، عشان احنا دايما بنشوف ان معظم العرايس بيبقوا حاطين نود بيجات الكلام ده كله، ما بيقدمش الروج الاحمر. لا، الروج الاحمر ده حبيب قلبنا، ده حبيب قلبنا طبعا كلنا. طبعا، بس بتكلم على العروسه. مش هيقدم ابدا، بس بتكلم على العروسه. لا تقولي عليه حاجه، هو في لوك برضو يعتبر اسمه الريترو لوك. اوكي، ده بيبقى اي لاينر سيمبل خالص وروج احمر والميك اب كله يكون سيمبل، لكن ما ينفعش احط روج احمر وانا عامله مثلا سموكي. لا مش هنعمل كده، لا لازم نقلل الكلام ده خالص. يعني اوكي هتحطي اي لاينر وعينيكي قبل الاي لاينر، لان في عيون بتبقى نعسانه شويه او كده ما بيقبلش معاها، فبتقفل العين اكتر، فبتقفل العين اكتر. صح. فطبعا اذا ميك اب ارتست هتقولي لها لا ده مش هينفع لك. وفي ناس تانية مثلا هتحط الروج الاحمر، بس الروج الاحمر ممكن يصفر لها اسنانها. اوكي، فاحنا يعني بصي في حاجات بيبرز لون السنين، البنت مش هتبقى واخده بالها. اللي هيصور واللي هيحط الميك اب هو اللي هيبقى شايف ده. هو المشكله بقى هنا ان احيانا في ميك اب ارتست، يعني انا هنا بسال الاسئله دي ليه؟ عشان عايزه انصح البنات اللي قربوا يتجوزوا عشان يبقوا عارفين الاخطاء، مش سايبين نفسهم للميك اب ارتست. لا، عشان الميك اب ارتست ساعات بتقول لها اللي انت عايزاه هعمله لك، اللي انت شايفاه صح. بصي، هي بتسمع نصيحه الميك اب ارتست طبعا، لو قلت لها لا مثلا الروج الاحمر هيصفر لك سنينك هتتمسك بيه؟ لا، ما هو هنا بقى ده في حاله ان الميك اب ارتست قالت ده، في ناس ما بتقولش اصلا، في ناس بقى ما بتقولش بقى. بصي، انت مش هتقدري تغيري عقول الناس طبعا، بس هتقدري تنصحيهم طبعا، انه البنت هتقول لها ده هيناسبك او مش هيناسبك، وللبنت حريه الاختيار، وفي النهايه هي تتحمل ده. لكن انا دايما ببوش على الحاجه اللي انا الحاجة شايفاها صح، لانها في النهايه لما بتشوف نفسها بتبقى عارفه جهاد انا وثقت فيكي وانت طلعتي حاجه حلوه فعلا. فهم يعني يدوا الثقه شويه في الناس اللي هم اختاروهم، وان شاء الله مش هيخذلوهم. طيب عايزه اتكلم معاكي برضو في حاجه يعني بتخنقني انا شخصيا. ما تشار عليكي. النجمات العالميات او السوبر ستارز العالميين لما بيجوا يتصوروا بيطلعوا قمر اكتر ما هم قمر. الموضوع ده بجد موترني قوي.
ليه؟ بيعملوا ايه؟ هل هم مثلا يعني بيقفوا حلو واخدين كورس مثلا موديلنج ولا حاجه؟ اكيد. ولا اللي بيصورهم هو اللي بيقول لهم يقفوا ازاي ويعملوا ايه وهو اللي تصويره خطير؟ الاثنين في بعض، وميك اب ارتست كمان شاطره ولايتنج مود حلو، كل دوت هيطلع يعني لك. احنا مش مقصرين في حاجه. لا هو احنا مش مقصرين، احنا شخصيا بس يعني مش مقصرين في حاجه. لا عملنا كل حاجه نقدر عليه. لا لا بس هو انتوا ممكن الجزء الخاص بالبنت نفسها ان هي تعرف طبيعه جسمها ايه، الجزء المليان. ما على فكره يعني لو بنت عندها هنا لغده شويه ما هتتغلب على ده ازاي؟ هتنزل دقنها في التصوير، مش هتبقى قاعدين كده. ما هو لازم لو بنت مناخيرها طويله هتبقى عارفه مثلا إزاي تتصور من تحت شويه، ما تتصورش من فوق، هتبين طول المناخير اطول. ما دي حاجات، بصي هي تابس تراكس صغيره بس والله جدا. فالنجمات بيعرفوا ازاي يقفوا، اكيد هم معلمينهم ده برضو. المود نفسه بتاع التصوير بيبقى فيه حركه، احنا عندنا اقفي اعملي، انا استحاله اعمل ده. يعني انا بخلي البنت تبتدي الحركه بتاعتها من تحت الاول، تبتدي تظبط وضع جسمها من تحت وتبقى مرتاحه معاه، نطلع للرقبه، بعد كده الراس نفسها تتظبط والاكسبريشنز بتاعت الوش هتتظبط معايا طول ما الجسم مرتاح. لكن ما ينفعش ابص على الصوره اللي فيها الوش واقول هي الصوره مش مظبوطه ليه؟ ما هو عشان الجسم مش مرتاح مش اصلا مظبوط. صح؟ فانت بتظبطي الجسم، تريحي الجسم، تظبطي الظهر، الكلام ده كله، وبعد كده يعني ابتدي خدي اكسبريشن حلو من الوش. لا انا عايزه اقول لك كمان انه في مودلز اجانب لما مثلا قبل ما ينزلوا الفوتوشوت ساعات بينزلوا الفيديو زي هو ما قبل يعني. فكميه الحركات يا مي اللي بيبقوا عاملينها في الفيديو بتاعهم كده كده مش عارفه ايه، تمسك شعرها وتنزله، ممكن يبقى على فكره الصوره في النهايه ممكن تبقى هيد شوت. بس هو ده الحركه فظيعه، هيغير لك اكسبريشن وشك. هيبقى انت بتقولي انا مش عارفه اعمل ايه، طب اضحك، طب اعمل، طب لا على فكره هو انا لو عملت كده هبقى عارفه يعني وشي هيتغير، لو عملت كده حواجبي هتترفع معايا، هيبقى في بقي ممكن يتفتح شويه مع 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 بوز تاني. فهو الجسم اساس الاكسبريشن الحلو دي حقيقه.